شهد حفل ختام مهرجان الطبول إقبالا جماهيريا كبيرا رغم الطقس الحار، وحرص الجمهور الذي بلغ عدده أكثر من 7000 متفرج وملأ جنبات مسرح السور الشمالي للقاهرة، حرص على التواجد بشكل كثيف في حفل ختام المهرجان. نتابع. بين جنبات مسرح سور القاهرة الشمالي اختتمت فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته العاشرة. احنا بنقول ان المهرجان اقيم في الفترة من 27 مايو لغاية 2 يونيو في عدة اماكن مختلفة، منهم مسرح السور الشمالي، منها ساحة الهناجر، بيت السناري، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب أو الحوض المرصود، وعندي كمان متحف الطفل بمصر الجديدة. تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، جاءت الفعاليات بمشاركة 30 فرقة في المهرجان من دول اليونان والمكسيك وفلسطين واليمن، بالإضافة لمصر وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها. يمكن مش أول مشاركة، يمكن رابع أو خامس مشاركة لنا في مهرجان الطبول. مهرجان الطبول من أفضل المهرجانات اللي بنشارك فيها كفرقة الفلوجة يعني، وكمان بيحمل هوية الشارع المصري مهرجان الطبول، لأنه كل الحضور من الشعب المصري البسيط الطبيعي بنعتبره خروج أو نزهة عائلية يعني. هنقدم يعني كلاسيكال انديان دانس، ويعني احنا طبيعي احنا بنحب أصلا المهرجان جدا، وفكرة إن الشعوب كلها في حاجة واحدة أو يوم واحد بتتجمع كلها هنا عندنا في مصر، فدي حاجة حلوة قوي. دي ثالث سنة أشترك في المهرجان، طبعا شعورنا جميل جدا، احنا بنعمل أداء جميل جدا وبنعمل في الكرون الصعيدي، ومشتركين مع اتفاقيه مع الدكتور صلاح عبد الفتاح نعمل ورشه ونعمل في الكرون الصعيدي شيء جميل كده ان شاء الله، وكله يتبسط باذن الله. انا اول مره اشارك عن نفسي، بس بصراحه مهرجان جميل جدا بيجمع ثقافات كتير من كذا بلد، الناس بتستمتع، الناس بتعمل حاجه بنحبها، انا عن نفسي بعمل حاجه بحبها، بنبسط الناس، بننبسط. والله المهرجان ده حاجه جميله قوي، على فكره انا جيت من الشرقيه وجبت الاسره بتاعتي لان انا لقيت حاجه مختلفه هنا وحاجه جميله ومشرفه جدا. بسم الله ما شاء الله، المهرجان جميل وفرق كتيره ومهرجان مفتوح. ده اول مره يعني بصراحه احضر المهرجان، يعني لقيت المهرجان بيقدم حضارات مختلفة ودول مختلفة وفنون وموسيقى متنوعة، فحبيت إني أستكشف بنفسي وأجي أحضر. يأتي المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب لربط المواطنين بموروثهم الشعبي.